السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصف الرابع الابتدائي الترم الاول، والنهاردة هنشرح مع بعض الدرس الاول والدرس الثاني والدرس الثالث كمان، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة زي ما احنا شايفين قدامنا يا أصحابي دي شخصيات الكتاب في الترم الأول، وأول حاجة عندنا طبعا زي ما احنا عارفين كلنا الدرس الأول اسمه المستكشف، مستكشف النشط. مستكشف يعني شخص بيستكشف معلومات جديدة ما كانش يعرفها قبل كده، ونشط يعني نشيط. هو الدرس ده طبعا في مقدمة كده بيعرفنا الشخصيات اللي موجودة في الكتاب، وهي شخصيات مرسومة، يعني موجودة عندنا شخصيات مرسومة زي ما احنا شايفين قدامنا. هو هيطلع لنا كل شخصية من الشخصيات دي في قصة او في معلومة او في لمحة موجودة عندنا في الكتاب. فبيقول لنا هنا ان احنا عندنا مجموعة من الشخصيات المرسومة في قصص هتطلع فيها، وبعض الفيديوهات التوضيحية احنا نعرضها مع بعض، وطبعا ده بيساعدنا ان احنا نوصل المعلومة بشكل سليم، وبيخلينا نقدر نعبر عن دور التكنولوجيا ومدى تطورها على مدى الزمن، ازاي التكنولوجيا اتطورت على مر الزمن من زمان جدا، من العصور القديمة، من زمان، من اول ما الانسان كان بيقدر يكتب وينقش الحروف والكلمات والرسوم بتاعته على جدران الكهوف والمعابد لحد العصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. فده هيساعدنا ان احنا نعرف ازاي التكنولوجيا اتطورت على مر الزمن، وكمان ازاي الاتصالات مهمة في حياتنا، ازاي كمان نحمي نفسنا من مخاطر الانترنت والمشاكل اللي ممكن نقابلها واحنا بنستخدمها، وازاي نستخدم الانترنت او شبكة المعلومات الدولية بشكل امثل، بشكل مفيد، من غير ما نضر نفسينا، من غير ما نقع في اي مشكلة او اي حد يضللنا بمعلومات غلط. الدرس الثاني اسمه تطور التكنولوجيا، في توضيح لتطور التكنولوجيا، بيعرفنا ازاي الانسان استطاع من زمان جدا ان هو يقدر يخلق طرق للاتصال والتواصل، وده بيشمل المحادثات والانصات، ان احنا نكلم بعض ونسمع بعض، وكمان كل طرق التعبير كالتدوين، ان احنا ندون حاجة نكتبها مثلا زي ما قلنا من شوية، من اول الانسان اللي كان في الكهف وبينقش الحاجات اللي حواليه حتى لو كانت رسم على جدران الكهف، وبعدين اتطورت شوية وبقى في حضارات بتنقش النقوش بتاعتها على جدران المعابد والمسلات زي الحضارة الفرعونية بتاعتنا الجميلة، وده طبعا متضمن الرسوم وغيرها. بعدين ازاي حصل تطور رهيب في طرق الاتصال والتواصل نتيجة للثورة التكنولوجية، لما الانسان بقى قدر يخترع الهاتف ويخترع التليفونات ويخترع وسائل الاتصال المختلفة، وانتشرت التقنيات السريعة الفائقة السرعة زي مثلا الكمبيوتر والبرامج اللي بتنزل على الكمبيوتر وعلى الموبايلات في المجالات التجارية وفي مجالات الاتصال، وساهمت البرامج دي والتطور اللي حصل في الكمبيوتر ووسائل الاتصال في تطور التكنولوجيا بشكل أسرع. ولازم نكون عارفين ان التطور ده ما حصلش في يوم ولا اتنين ولا شهر ولا سنة حتى ولا مجموعة من السنين، ده التطور ده حصل على مدار مئات وممكن يكون كمان الاف من السنين. وطبعا ده بسبب ان الانسان اتطور على مر العصور المختلفة، وطبعا فكر كل عصر كان بيقابله فيه مشكلة من المشاكل ازاي يقدر يحلها، وازاي ممكن يوجد وسيلة من الوسائل ان هي تخليه يتواصل مع الناس اللي حواليه او البلاد اللي حواليه بشكل اسرع. هنعرف ده بشكل اكبر وبشكل توضيحي اكتر واحنا بنشرح المنهج بتاعنا، زي مثلا لما كان الانسان زمان بيستخدم الحمام الزاجل في ارسال الرسائل بتاعته من بلد لبلد، دي كانت مشكلة كانت بتواجهه ان هو يبعت الرسائل دي، وقدر يلاقي نوع من انواع الحمام، الحمام ده بيحفظ الطريق وبعدين ممكن ياخده من المكان معين ويبعته برسائل للمكان ده، فبالتالي الحمام هنا وسيلة لنقل الرسائل، ودي كان حل ساعتها
وحل ناجح ساعتها ساعدهم في ان هم يقدروا يعملوا صفقات تجارية، ساعدهم ان هم ممكن كمان ينقلوا اخبار الاعداء في اوقات الحروب، وساعد الانسان في الوقت ده ان هو يقدر يتواصل مع الناس اللي حواليه او البلاد اللي حواليه، او حتى لو كانت بلاد بعيدة بشكل احسن، بدل ما يبعت بني ادم ويقعد يمشي ويوصل برسالة في شهور، وممكن شهور دي تطول ويا اما يوصل يا اما لأ، ممكن يبعتوا عن طريق الحمام الزاجل ده الرسائل بتاعتهم، وبالتالي بتوصل بشكل اسرع وبيضمنوا ان هي بتوصل بشكل افضل. وطبعا ده كان حل ساعتها وحل ناجح. مرت العصور وبعدين الانسان قدر يخترع وسائل الاتصال المختلفة اللي احنا عارفينها دلوقتي، ابتداء من التليفون وبعدين الموبايل او التليفون المحمول والكمبيوتر والبرامج الخاصة بالكمبيوتر. كل ده بقى بيخلينا نقدر نتواصل بشكل اسرع بكتير جدا من العصور اللي فاتت، فبالتالي ده بيوضح لنا ازاي حصل تطور في الاتصالات عن طريق التطور اللي حصل في التكنولوجيا. طبعا لسه كمان في عمليات بحث وفي عمليات تطوير مستمرة حتى وقتنا هذا، علشان توجد تكنولوجيا جديدة وتقنيات جديدة تساعدنا بشكل أفضل في المستقبل. فبالتالي التطور في التكنولوجيا والاتصالات موقفش، لسه مستمر ومكمل حتى بعد كده إن شاء الله. في العصور اللي جاية هنلاقي التكنولوجيا اتطورت بشكل أكبر، وزي ما احنا شايفين يا أصحابي هنا في بعض الأمثلة على التطور اللي حصل قبل ما التكنولوجيا تتطور وبعد ما اتطورت. الإنسان مثلا كان بيضيء الشموع علشان يقدر يشوف في أوقات اللي مش موجود فيها شمس أو نهار في الأماكن الضلمة. دلوقتي بعد تطور التكنولوجيا في إضاءة متطورة. الإنسان كان بيدون أو يعمل تدوين على الجدران زي ما قلنا من شوية، كنا بنرسم ونكتب على الجدران بتاعة الكهوف والمعابد والمسلات، دلوقتي احنا بنكتب وندون على التليفون وعلى الأجهزة التانية زي الكمبيوتر مثلا. التواصل بين البشر كان ضعيف وبطيء جدا قبل التكنولوجيا ما تتطور، دلوقتي التواصل بين البشر سريع ومتقدم بشكل كبير. الصناعات كانت قليلة وكانت يدوية، كان الإنسان بيعمل الصناعات بإيده، مفيش حاجة اسمها مكنة، مفيش حاجة اسمها كهرباء، مفيش حاجة تقدر تساعده ان هو يعمل صناعة بشكل كبير، وحتى كان بيصنع الحاجة بإيده كان بيعملها بأعداد قليلة لان هو كان بيعملها على إيده، مفيش مكنة تطلع له كميات كبيرة من المنتج اللي هو بيصنعه. فبالتالي كانت الصناعات قليلة جدا وكانت كلها يدوية. دلوقتي الصناعات اليدوية هي اللي قليلة والاعتماد الكلي على الأجهزة. آخر حاجة بيقول لنا هنا الاعتماد على العامل البشري أكتر، البشر هم اللي كانوا بيعملوا كل حاجة بنفسهم، لكن دلوقتي الاعتماد على العامل التكنولوجي والصناعي أكبر. يعني إيه العامل التكنولوجي؟ يعني التكنولوجيا سواء كانت في الآلات والمعدات أو الكمبيوترات أو وسائل الاتصال، ده اسمه العامل التكنولوجي والصناعي. آخر حاجة هنتكلم عنها النهاردة هي مكونات جهاز الكمبيوتر. طبعا يا أصحابي زي ما احنا شايفين قدامنا أي جهاز كمبيوتر في الدنيا بيتكون من حاجتين، أول حاجة الهاردوير. يعني إيه هاردوير؟ يعني الأجزاء اللي احنا شايفينها قدامنا، سواء كانت شاشة أو الجهاز الملحق بالشاشة اللي هو الكيس أو اللي هو الكيسة بتاعة الكمبيوتر والماوس والكيبورد، الحاجات دي هي الهاردوير، هي الحاجات اللي احنا بنبقى شايفينها وهي هاردوير، يعني نقدر نلمسها بإيدنا. وفي جزء تاني هو اسمه السوفتوير. السوفتوير ده يا أصحابي هو البرامج اللي موجودة على الكمبيوتر، هي البرامج اللي احنا بنستخدمها في عمليات اللي احنا بنعملها بشكل مختلف، سواء كان برنامج الكمبيوتر نفسه، سواء كان الويندوز نفسه، او سواء كانت البرامج اللي جوه الويندوز، مثلا زي برنامج الآلة الحاسبة، زي برنامج الرسام، زي اي برنامج تاني موجود على الكمبيوتر. البرامج دي اسمها السوفت وير، احنا ما نقدرش نمسكها بايدنا، ما نقدرش نمد ايدنا ونمسك البرنامج الموجود على الكمبيوتر في ايدنا، فعلشان كده ما اسموش هارد، اسمه سوفت. سوفت وير يعني برمجيات، يعني برامج موجودة على الكمبيوتر ما نقدرش نمسكها بايدنا، بس هي موجودة بتساعدنا وبتخدمنا. فدول الجزئين الرئيسيين اللي موجودين في اي جهاز كمبيوتر في الدنيا، الهارد وير او الاجزاء بتاعة الكمبيوتر اللي بنشوفها بعنينا سواء كانت شاشة او كيسة او ماوس او كيبورد،
والسوفت وير اللي هي البرامج والبرمجيات اللي موجودة على الكمبيوتر. طبعا هنا هو بيعرفنا يعني ايه هاردوير، والهاردوير بينقسم لخمس حاجات، خمس اصناف. اول حاجة وحدات الادخال، وحدات الادخال او الانبوتس يونتس. الانبوتس يعني ادخال، يونتس وحدات. inputs units يعني وحدات الادخال. يعني ايه وحدات الادخال؟ الحاجات اللي احنا بنستخدمها علشان ندخل بيها المعلومات للكمبيوتر اللي احنا بنستخدمه. زي ايه مثلا يا مستر؟ زي مثلا الكيبورد. احنا بنكتب مثلا ايميل على الكمبيوتر بتاعنا، فانا ادخل الكلام اللي انا عايز اكتبه على الكمبيوتر ازاي؟ لازم يبقى في عندي وحدة ادخال اقدر استخدمها وادخل بيها الكلمات اللي انا عايز ابعتها. فهستخدم ايه؟ هستخدم الكيبورد. الكيبورد دلوقتي هي ايه؟ هي input unit او وحدة ادخال. في عندنا كمان حاجة اسمها المعالجة. المعالجة او البروسيسور، الحاجة المخ اللي جوه الكمبيوتر اللي بيقعد يفكر ويرتب الحاجات والاوامر اللي احنا اديناها له ويعمل لها معالجة، يعني يفهمها وبعدين ينفذها. المعالجة او المخ بتاع الكمبيوتر ده اسمه البروسيسور، اللي بيفهم الحاجات اللي احنا عايزينها من الكمبيوتر ايه ويعالجها ويقول الكمبيوتر اعمل كذا. هو الشخص اللي قاعد قدام الكمبيوتر دلوقتي بيؤمر الاوامر دي او بيدي الاوامر دي، هو عايز كذا، فده اسمه المعالجة، واللي بيعملها اسمه البروسيسور او المعالج. عندنا وحدات الاخراج. يعني ايه وحدات الاخراج؟ يعني الاوتبوت يونتس. اوتبوت يعني اخراج، ويونتس يعني وحدات. زي ايه؟ زي السكرين او الشاشة. يعني ايه وحدات اخراج؟ يعني انا دلوقتي عايز افتح مثلا ملف فيديو او صورة وعايز اشوفها على الكمبيوتر. طب ايه اللي هيخليني اشوف الفيديو ده ويخرجه لي كده اشوفه بعناية، او ايه اللي هيفتح لي الصورة دي ويخليها لي اشوفها بعناية؟ لازم يكون في output unit او وحدة اخراج. زي ايه؟ زي السكرين. زي ايه كمان؟ لو عندي مثلا printer، البرينتر او الطباعة اللي ممكن تبقى متوصلة بالكمبيوتر، انا عايز اطبع مثلا ملف مثلا مكتوب فيه بعض، مكتوب فيه رسائل او مكتوب فيه مثلا كلام مكتوب. لما اجي انا عايز اخرج ال 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 الكلام ده في شكل مطبوع، بديله امر طباعة فبيخرج لي بشكل مطبوع من البرينتر او من الطباعة. فبالتالي الطباعة برضو تعتبر output unit او وحدة اخراج. يبقى عندنا السكرين مثلا بتخرج لنا الحاجة في شكل صورة نقدر نشوفها بعينينا وتخلينا نقدر نشوفها كده ونتفرج عليها. في عندنا البرينتر مثلا لو عايزين نطبع حاجة موجودة على الكمبيوتر. في عندنا ايه كمان ممكن يعتبر output unit؟ مثلا السماعات، لو عايز اشغل مثلا حاجة فيها صوت او حاجة فيها موسيقى موجودة على الكمبيوتر، ايه اللي هيخرج لي الصوت بتاع الملف او الحاجة اللي انا بشغلها دي؟ طبعا السماعات، فالسماعات هتخرج لي الصوت بتاع الحاجة اللي انا عايز اشغلها دي. فبالتالي برضو السماعات تعتبر output unit او وحدة اخراج. في عندنا كمان حاجة اسمها storage unit. storage unit او وحدة تخزين، وسائل تخزين، اللي هي الهارد، الهارد بتاع الكمبيوتر، الذاكرة بتاعته اللي انا بحط عليه الافلام والمسلسلات والالعاب والبرامج بتاعة التعليم والبرامج بتاعة التواصل مثلا زي الماسنجر والفيسبوك. اي حاجة بخزنها على الكمبيوتر بخزنها في وحدة التخزين. وحدة التخزين اللي هي ايه؟ اللي هي الهارد ديسك، او اسمها storage unit. storage unit يعني وحدة التخزين. دي رابع مكون من مكونات الهاردوير. واخر حاجة عندنا اسمها الكوميونيكيشن ديفايسز. الكوميونيكيشن ديفايسز او اجهزة الاتصال، كوميونيكيشن ديفايسز او اجهزة الاتصال، اللي هي مثلا زي الراوتر او الروتر. الراوتر اللي احنا بنوصله بالكمبيوتر ويخلينا نقدر نتصل بالانترنت. الراوتر او اللي هو بيبقى موجود في البيت عندنا، الراوتر ده يعتبر كوميونيكيشن ديفايس او اداة او جهاز اتصال. جهاز الاتصال ده بيخلينا نقدر نتصل بالكمبيوتر بتاعنا بالعالم كله. العالم كله بمعنى كلمة العالم كله، نقدر نكلم حد في بلد تانية احنا عندنا بالليل في بلدنا، هو البلد بتاعته فيها بالنهار، وانا وهو بنكلم بعض في نفس الوقت. ده عن طريق الكوميونيكيشن ديفايس او
او اجهزة الاتصال او جهاز الاتصال اللي بيخلينا نقدر نتصل بالانترنت زي الراوتر زي ما قلنا من شوية، بيخلينا نقدر نخش على شبكة الانترنت. عندنا خمس حاجات في الهاردوير. اول حاجة الـ Input Units او وحدات الادخال، البروسيسور او المعالجة، الـ Output Units او وحدات الاخراج، الـ Storage Units وسائط التخزين اللي بنخزن عليها اللي هي الهارد ديسك، والكوميونيكيشن ديفايسز او اجهزه الاتصال. طب في عندنا ايه تاني في مكونات الكمبيوتر احنا عرفناه من شويه؟ شاطرين، السوفت وير. السوفت وير او الجزء بتاع البرامج والبرمجيات. طيب السوفت وير او البرامج والبرمجيات بتاعت الكمبيوتر دي اللي احنا ما بنقدرش نمسكها بايدينا دي بتنقسم لايه؟ بتنقسم ل أنظمة تشغيل زي اللي هي اسمها Operating Systems. الـ Operating Systems دي زي الويندوز اللي احنا أول ما بنفتح الكمبيوتر نلاقيه حمل وفتح لنا الشاشة، ده Operating System أو نظام تشغيل. ما ينفعش الكمبيوتر أصلا يشتغل كده ويقوم ونقدر ويخدمنا غير لما يكون عليه Operating System أو نظام تشغيل علشان نقدر نفتح الكمبيوتر ونستخدمه ونقدر نعمل حاجة اللي احنا عايزينها عليه. لازم يكون عليه Operating System او نظام تشغيل زي ما قلنا زي الويندوز. طيب احنا خلاص الويندوز موجود او Operating System موجود، خلاص احنا كده المشكلة اتحلت. لو عايزين نعمل حاجة معينة، لا، لازم طبعا يكون عندنا الابليكيشنز او التطبيقات. زي ما قلنا مثلا لازم يكون مثلا عايز احسب حسبة صعبة شوية، افتح الكالكوليتر او الآلة الحاسبة اللي موجودة على الكمبيوتر، ده يعتبر ابليكيشن. مش ابليكيشن ولا لأ، ابليكيشن بيخدمني وبيساعدني في عمل عمليات حسابية. ممكن كمان لو عايز ارسم حاجة مثلا افتح برنامج الرسام، لو عايز اكتب حاجة مثلا فيها كلمات كتيرة افتح برنامج الوورد، لو عايز مثلا ابعت رسالة او ايميل لازم افتح برنامج الايميل الاوتلوك او غيره. فدي اسمها ابليكيشنز او تطبيقات بتبقى موجودة بعد ما بيبقى موجود عندنا الاوبريتنج سيستم او النظام الويندوز اللي احنا بنستخدمه عشان يفتح لنا الكمبيوتر. بننزل الابليكيشنز دي او التطبيقات دي على الجهاز بقى علشان تعمل لنا الحاجات اللي احنا عايزينها. يبقى السوفت وير بينقسم لحاجتين، أنظمة التشغيل أو الـ Operating Systems اللي هي بتشغلنا الكمبيوتر أصلا، وبعد كده الـ Applications أو التطبيقات اللي هي البرامج اللي بتعمل لنا الحاجات اللي احنا عايزينها. وبكده نكون عرفنا مكونات جهاز الكمبيوتر وأنهينا معاه درس النهاردة. أتمنى أن انت تكون استفدت من الدرس. لو أعجبك الدرس أعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو، والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.